بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء بتفسير آية مباركة في سورة الإسراء. هذه الآية في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يذكر الله سبحانه وتعالى منته على بني آدم، وأن الله ميزهم على غيرهم من سائر المخلوقات، فأعطاهم العقول والتفكير، ورفع درجتهم عن سائر المخلوقات، وذلك ليهيئهم لعبادته سبحانه، لأن الله تعالى خلقهم لعبادته وسخر لهم هذه الكائنات. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم، بما ميزهم الله به من العقول، وما ميزهم به من حسن الخلقة والأجسام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكرمهم سبحانه وتعالى بأن بعث منهم الأنبياء والمرسلين، وأرسل إليهم رسله، وأنزل إليهم كتبه ليواصل تكريمهم في الآخرة، من أطاع الله منهم واستقام على دينه فإن تكريمه متواصل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر على ما سخر لهم من المراكب البرية والبحرية والجوية، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من الحلال ومن الملذات من المأكولات والمشروبات التي تغذي أجسامهم أحسن تغذية وتعينهم على عبادة الله سبحانه وتعالى. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، هذا إجمال منه سبحانه بعدما فصل بعض التفصيل، أجمل تكريمهم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا من المخلوقات تفضيلا، تفضيل مؤكد، مصدر مؤكد
لفضلناهم. فهذا تذكير من الله لبني آدم أن يعبدوه ويشكروه على هذه النعم وهذه الميزة التي ميزهم بها، كما قال في الآية الأخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالله سبحانه وتعالى ميز بني آدم بميزات لم تكن عند سائر المخلوقات، لأنه يريد منهم مهمة عظيمة، وهي أن يعبدوه وأن يقيموا العدل في أرضه، وأن يكونوا خلفاء في هذه الأرض يقيمون العدل فيها على ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. فمهمتهم عظيمة، وهذا التكريم وهذا التفضيل لا بد له ثمن وله مقابل، لأن يشكر الله عليه بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح الفوزان. ونبدأ برسالة وصلت قبل قليل من أم عمر، تذكر الشيخ هذه السائلة بأن زوجها هجرها ثمان أشهر، ثم بعد ذلك تقول أرسل رسالة بالجوال بأنها طالق. تقول: هل يعتد برسائل الجوال؟ وما حكم هجره لي خلال 8 أشهر؟ بلا شك أن الزوجة لها حق على زوجها، وللزوج حق على زوجته، فإذا كان هجرها بغير حق فإنه ظالم لها. وأما مسألة أنه أرسل إليها بالطلاق الجوال أو ما أشبه ذلك من المراسلات، فهذا بإمكانها أن تسأل عنه القاضي في المحكمة أو تسأل عنه دار الإفتاء. نعم، نبدأ بالاتصالات. ناصر من الرياض، تفضل يا ناصر. نعم ناصر، اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك. ناصر اسمع لنا من الهاتف. ان شاء الله. يلا تفضل. عندي السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة تفصيلات. تفضل اقصر التلفزيون. طيب، الأول هل نغير في أثناء السجود بدل سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي الحليم أو الكريم أو بعض الصفات يعني؟ طيب يجاوب الشيخ. لا يجوز هذا يا أخي، هذا الذكر المخصوص بالسجود والركوع لا يغير، واجب من واجبات الصلاة لا يغير، فتأتي به بلفظه، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزلت الآية سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. أيوة. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. أيوة. فلا يغير هذا اللفظ لأنه واجب من واجب. يا أخي اسمع الله يهديك، لأنه واجب من واجبات الصلاة. نعم، لكن لو ذكرنا بعض الصفات يعني العظيم الحليم الكريم ما يغير يا أخي، ما يغير يا أخي عن اللفظ الوارد. وإذا أردت أن تزيد ثناء على الله ودعاء فلا مانع من ذلك، لكن سبحان ربي الأعلى تقول سبحان رب. يا أخي اسمع الله يهديك، لا بد أن تقول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، وأن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا بأس أن تزيد عليه من الدعاء ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا يقول:
ما الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج؟ وهل أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده؟ نعم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مكة، هذا أسري به من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى لصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء وانتهى إلى الله سبحانه وتعالى، انتهى إلى السماء السابعة، ففرض الله عليه ما شاء من الفرائض، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ثم نزل به جبريل، ثم أتى به إلى مكة في ليلته، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله عز وجل، معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كراماته وخصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد أسري بروحه وبدنه، لأن العبد أسرى بعبده، والعبد يكون من مجموع الروح ومن الجسد، فهو أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. وهذا حق يجب الإيمان به والتصديق به وشكر الله عليه عز وجل، لأنه نعمة على هذا الرسول ونعمة على هذه الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. جماعة صلوا إلى غير القبلة وهم في البر لعدة فروض، فما الحكم في تلك الصلوات؟ إذا كان ما عندهم علامات يعرفون بها القبلة، ما عندهم بلد مساجد حولهم، ما عندهم من يخبرهم عن القبلة، واجتهدوا وسعهم وصلوا، فإن صلاتهم صحيحة، لأنهم اجتهدوا حسب استطاعتهم وعملوا باجتهادهم. والله جل وعلا قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال العلماء: نزلت هذه الآية في معرفة القبلة في السفر. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: بالنسبة للتلفظ بالنية بالنسبة للمرأة في الصلوات، ما حكمها يا شيخ؟ لا يتلفظ بالنية لا للمرأة ولا للرجل، لأن هذا بدعة. النية في القلب والتلفظ بها بدعة. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. نعم، نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة، كما أرجو من الإخوة والأخوات أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك تردد وصدى بيننا وبينه. من الأسئلة التي وردت البرنامج الشيخ صالح، سائل يقول: ما حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل؟ لا بأس بذلك، تجوز الفريضة خلف المتنفل، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، في فقرة متعلقة بهذا أيضا: صلاة الفريضة خلف المسبوق يا شيخ؟ لا بأس بذلك، إذا أتى وليس معه أحد، بدل أن يصلي منفردا ووجد من يصلي يعني مسبوقا بقية صلاته، لا بأس أن يدخل معه ويأتم به. نعم،
هذا سائل مقيم بالرياض يقول: يا شيخ، كيف تكون محبتنا الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون المسلم مقتديا بهديه؟ المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أحد من الخلق، وذلك لحقه علينا عليه الصلاة والسلام، ومحبته تقتضي اتباعه، تقتضي اتباعه فيما أمر والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هل آتي أنا كثير السفر وبين الأسبوع والآخر أسافر أكثر من 4 مرات، هل تسقط عني السنن الرواتب في سفري وهل أؤجر عليها مع أني مداوم عليها في بيتي وفي الحضر؟ نعم، إذا قصرت الصلاة في سفرك فلا تأتي بالراتبة إلا راتبة الفجر، فإنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا. وأما بقية الصلوات في السفر إذا قصرتها فلا تأتي بالراتبة التي قبلها ولا التي بعدها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. ناخذ منصور من الخرمة، تفضل يا منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، سمحت الشيخ الله يبارك في عمرك، ولاة أمرنا وعلماءنا الحمد لله على أهل توحيد وسنة وعقيدة سلفية صحيحة والحمد لله، وقد أمروا بالتبليغ عمن ينتمي لبعض الجماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك يا شيخ يوجد مع الأسف الشديد من يخالف الكتاب والسنة وجماعة المسلمين وإمامهم ويزكي هذه الجماعات ورموزها، وهو مع الأسف الشديد محسوب على هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء، فما قول سماحتكم؟ طيب، ما أظن يا أخي أن من كان من أعضاء هيئة كبار العلماء أنه يتصف بما ذكرت، ولكن إذا رأيت من أحد مخالفة فعليك أن تناصحه، فإن ترك هذه المخالفة ولزم طريق السنة والجماعة والسمع والطاعة، وإلا فإنك تبلغ عنه من ينبهه ويأخذ على يده كما أمرت بذلك حسب ما ذكرت. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟ لا يجوز هذا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه وهم يصلون بالليل في المسجد ويجهرون، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض، لأن هذا يشوش على المصلين حوله. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سائل يقول: ما الأعمال الصالحة التي أقدمها لوالدي ووالدتي، فقد كانوا منذ فترة في حياتهم كنت مقصر في حقهم والآن انتقلوا إلى ربهم، ما الأعمال الصالحة التي تصلهم؟ التي تصلهم من الأعمال الصالحة ما وردت بها الأدلة، وهو الدعاء لهم، تكثر من الدعاء لهم، تتصدق عنهم وتحج وتعتمر عنهم، هذا هو الذي وردت به الأدلة، فتكثر من ذلك. وإذا كان عليهم ديون فإنك تقضيها عنهم، لأن هذا من البر بهم، وإذا كان لهم أصدقاء فإنك تكرم أصدقاءهم وفاء لحق الوالدين
كل هذا من برهم والإحسان إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء. محمد من حائل، تفضل يا محمد. بارك الله في الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا سؤالي طال عمرك، هو جائز تصلي وأمامك نار، وإذا كان هو غير جائز هل يدخل فيها التدفئة اللي الدفايات اللي بالمساجد؟ هذا هو. شكرا. نعم. يقول هل يجوز أن نصلي وأمامك نار أو دفاية توضع أمامك؟ أمامك نار يكره هذا، لا يجوز. أما إذا كان أمامك دفاية أو لمبة كهرباء هذا لا بأس به، لأن هذا الحاجة تدعو إليه، وليس هو يعني مثل النار تماما. نعم. أحسن الله إليكم. هل الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجماعة جائز؟ أفتونا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، ما توجيه الشيخ لبعض الشباب الذين يسرعون سرعة جنونية وخصوصا في الطرق الطويلة، وهل يأثمون لو حصل حادث في ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه ويعرض غيره للخطر في الطرقات. إذا كان يقود سيارة فعليه أن يلتزم بأنظمة المرور، وأن يحافظ على نفسه وعلى غيره، فإن المسألة فيها خطر عظيم. وكم هلك في هذه الطرقات بسبب السرعة الجنونية، أو بسبب أنه يقود السيارة من لا يحسن القيادة، أو بسبب أنه يقود السيارة وهو على غير استعداد، كأن يكون فيه نوم أو ما أشبه ذلك. فعلى من يقود السيارة أن يحسب لذلك حسابه، لأنه يمسك سلاحا حديدا ونارا، وأمامه ناس ونفسه أولا. فعليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يقودوا السيارات على النظام المروري المعترف به رفقا بهم وبإخوانهم المسلمين، ولا يعرض نفسه للتلف والخطر، فإنه آثم في ذلك. نعم. ناخذ المتصل بندر من عرعر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير على الشيخ الكريم. تفضل. شيخ الله خير، انا عندي والدي اصيب بجلطه وسببت له اعاقه، وما يختلف على الصلاه، نوم انه يصلي ونوم ما يصلي، وعلى 24 ساعه تكون على نجاسه، ما ندري كيف وضع الصلاة هنا. الحاجة الثانية يا شيخ، حنا ما ندري وش الأوضاع هذه اللي الآن صايرة بين من تخبطات. طيب يا أخي بس لحظة، نكتفي بسؤالك الأول. والده مصاب بجلطة، يقول فضيلة الشيخ نوبة يصلي وأخرى لا يصلي، كيف التعامل مع مثل هؤلاء؟ تجنبونه النجاسة وتطهرون ثيابه إذا أمكن ذلك، وأيضا الوضوء تخبرونه عنه وتعينونه عليه أو توضئونه، ثم تأمرونه بالصلاة ويصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف إذا كان قد تقدم منذ بداية الأذان؟ لا يجوز هذا. إذا كان الصبي قد ميز وتصح صلاته فهو أحق بمكانه في المسجد، فلا يجوز إبعاده عنه، هو أحق ممن جاء بعده ولو كان كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأخذ بالأسباب في حياتنا، وما الفرق بينها وبين التوكل على الله؟ الأخذ بالأسباب مأمور به شرعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، الأسباب النافعة مع التوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب ولا يعتمد على التوكل ويترك الأسباب، لا بد من الجمع بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا من الأسباب. قولوا جل وعلا وخذوا حذركم، هذا من الأسباب أيضا. فالأسباب المباحة والنافعة يؤخذ بها، لكن مع التوكل على الله عز وجل، فلا يتوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بينهما. نعم. نايف من الرياض، تفضل يا نايف. نايف، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز الدعاء باسم الحنان في الدعاء؟ ما ورد هذا يا أخي، ما هو من أسماء الله، ما ثبت هذا. السؤال الثاني. جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للذين يذهبون للصيد يجلسون في البحر حتى الغروب، الصلاة في المركب كيف تكون مأجورين مع أن هناك أمواج يتجولون فيها؟ نعم، يصلون إذا حانت الصلاة، يصلون في المركب، والمركب بمنزلة المنزل، بمقدورهم أن يصلوا قائمين وأن يجلسوا ويسجدوا، فإذا عجزوا عن القيام يصلون جالسين، يصلون جالسين على حسب استطاعتهم وعلى حسب حالهم. نعم. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بين السواري، وهل هناك أحاديث في ذلك؟ تكره الصلاة بين السواري إذا قطعنا الصفوف، ولكن عند الحاجة إذا ضاق المسجد لا بأس بالصلاة بين السواري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول بالنسبة للشفاعة، هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون في آخر الدنيا؟ الشفاعة منها شيء خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها شيء عام له ولغيره. فالشفاعة في المقام المحمود هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل المحشر، أن الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم ويريحهم من الوقوف في المحشر، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه هي الشفاعة العظمى، يحبطه عليها أو يحمده عليها الأولون والآخرون. وكذلك شفاعته في أهل الجنة، أن يرفع الله درجات بعضهم درجات مع قاربهم، ومع الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شفاعته صلى الله عليه وسلم في افتتاح باب الجنة إذا انتهوا إليها، هو أول من يفتتح باب الجنة، وهو أول من يدخلها عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات خاصة عامة له وللملائكة
وللأولياء والصالحين، لكن لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن تكون الشفاعة بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وأهل التوحيد، لا تكون الشفاعة في الكافر والمشرك. قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولكن الشفاعة لعصاة الموحدين الذين استوجبوا دخول النار تعذيبهم فيها، يشفع لهم بعدم دخولها أو يشفع لهم بإخراجهم منها. وهذه عامة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين، حتى الأفراط يشفعون لآبائهم وهم الذين ماتوا صغارا قبل البلوغ، هؤلاء يشفعون لآبائهم يوم القيامة. نعم. نأخذ سعيد من الباحة متصل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. جزاك الله بخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. يا طويل العمر عندي سؤالين. السؤال الأول: لي سيارة عند واحد وبقي فيها مبلغ، وقال أعطني سيارة واخصم المبلغ القديم، فما أدري هذا جائز ولا مو جائز؟ اسمع الإجابة. لا، ما تبيع عليه سيارة من أجل أنه يوفيك المبلغ القديم، ما تبيع عليه سيارة بهذا الشرط. أما أن تبيع عليه سيارة أخرى بدون ارتباط بالسيارة الأولى فلا مانع من ذلك. نعم. السؤال الثاني سعيد. طيب السؤال الثاني، طال عمرك أصحاب المعارض لما نشتري معاهم سيارة ونبيعها من الزبون يطلبون عليها دلاله، عندما يبيع الزبون يطلبون دلاله من الزبون، هل هذا جائز ولا مو جائز؟ شكرا. والله يا اخي هذه مساله الدلاله والسمسره، هذه ما في شك انها جائزه، ولكن انه ياخذ دلاله على سيارته بايعها على غيره وياخذ عليها دلاله، الدلاله هي للساعي بين صاحب المال وبين المشتري، الساعي بينهما هذا هو اللي له الدلالة. أما هذا يبيع ماله ويأخذ عليه سعي، هذا ما عرفناه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عدم البكاء من خشية الله دليل على قسوة القلب؟ وما الأسباب المعينة على الخشية من الله؟ نعم، قسوة القلب لها أسباب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فسبب الخشوع هو تدبر القرآن، عليك أن تتدبر القرآن وتتأمل في معانيه وتستحضر أن الله يخاطبك بهذا القرآن، تستحضر عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، هذا مما يسبب لك الخشوع. نعم. هذا السائل يقول: هل البسملة يا شيخ آية من الفاتحة؟ وما حكم ترك الفاتحة في الصلاة عمدا أو نسيانا؟ الصحيح أن البسملة أنها آية مستقلة، آية مستقلة من القرآن، تأتي بين سورتين إلا براءة والأنفال، فهي آية مستقلة من القرآن، وهي ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة من القرآن. وأما الفاتحة فهي ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة، فمن تركها متعمدا فإنه لا تصح صلاته إلا إذا كان يصلي خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة يتحملها الإمام. نعم. هذه السائلة تقول: أختي تقول إذا أنقذت طفلا من حريق أو غرق في ماء يكون ابنا لك. هذا كذب، وهذا من كلام العوام وفتاوى العوام، هذا لا أصل له. لا يكون المنقذ من الهلكة يكون قريبا لمن أنقذه، هذه خرافة ما لها أصل. نعم. شيخ، بعض الناس يتجرأ على الفتية في الاستراحات وفي كل الأوقات،
ويفتي بغير علم. الله حسيبهم، الله حسيبهم، لا يفتي أحد بغير علم، لأنه يتكلم عن الله ويقول الله حل كذا أو الله حرم كذا. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا يجوز الكذب على الله بأنه أحل كذا أو حرم كذا. ولا يفتي إلا من عنده علم، من عنده علم صحيح يفتي به ويحتاجه الناس. فالفتوى أمرها عظيم، الله تولاها بنفسه. يستفتونك النساء، يستفتونك بالكلالة، تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. فأمر الفتوى أمر خطير، لأنه من القول على الله بغير علم. نعم. محمد من الدمام، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ طال عمرك. تفضل. السؤال الأول، العام الماضي طال عمرك أنا حجيت مع ولدي، فما معنى تصريح وردونا من الميقات، حاولنا وردونا عن طريق غير المسلمين حق جدة ورجعنا، لا حول ولا قوة، ما يترتب علينا من ذلك. السؤال الثاني، لحظة يجاوب الشيخ، أنتم أحرمتم وردوكم؟ إي نعم. ها؟ نعم. بعد ما أحرمتم؟ إي نعم. عليكم أنكم تتحللون بعمرة، أنتم لما أحرمتم انعقد الإحرام، لا يجوز الخروج منه إلا بأداء النسك. كونكم خلعتم الإحرام بسبب الجنود، فيبقى الإحرام عليكم، عليكم أن تؤدوا عمرة، تخرجوا من هذا الإحرام بعمرة. نعم. الشيخ، السؤال الثاني. نعم. طال عمرك. تفضل. قبل 15 سنة يقول واحد صديق لي أنه حج، ويوم أول يوم رمى الجمرة صار عنده وفاة، خرج من مكة بس رمى الجمرة الأولى ولا رمى بقية الجمرات، ولا رمى بقية الجمرات ولا أكمل شيء نهائيا، ولا وكل أحد، ولا بات ولا ودع ولا شيء، ولا وادع، بس أنه بات بعرفة، يوم عرفة وبات في مزدلفة. اصبر الله يهديك، اصبر الله يهديك، يكون عليه فدية عن رمي الجمرات، فدية عن ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فدية ثانية عن طواف الوداع، فدية ثالثة. والله يتوب علينا وعليه. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ صالح، من هذا المنطلق أريد أن أسأل الشيخ صالح حفظه الله، المحافظة على الأنظمة والقوانين، هناك من يتساهل بذلك، نريد من الشيخ توجيه في ذلك. يجب طاعة ولي الأمر في الأوامر التي يأمر بها والنواهي التي ينهى عنها، يجب الامتثال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر ما يضع أنظمة إلا وفيها مصلحة للرعية، فعليه أن يطيع ولي الأمر في ذلك ولا يخالفه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأيام الباردة، هناك شخص في البر راعي وهو عامي، فيقول بأنه يتيمم مع وجود الماء البارد. إذا كان الماء باردا جدا ولا يطيق الطهارة به، وليس عنده شيء يسخن الماء، ما عنده شيء، لا حطب ولا غاز ولا شيء يسخن الماء، فإنه يتيمم، لا بأس بذلك. نعم. وصلتنا هذه الرسالة من أم سلطان، تقول: يا شيخ، أحيانا تأتيني شكوك بأن بعض الصلوات السابقة بها خلل وربما ليست مقبولة، هل أعيد هذه الصلوات؟ أبدا، الشكوك بعد أداء العبادة لا تؤثر، عليها أن تتركها وترفضها، لأن هذه وساوس تزيد عليها إذا تفاعلت معها. والشكوك بعد أداء العبادة لا أثر له، لا أثر لها ولا يعمل بها. نعم.
يقول السائل في الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وفيه آية أخرى: وخفية. ما معنى الآيتين؟ الخيفة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأما الخفية فهي أن يخفي دعاءه ولا يكون بينه وبين الله، لا يسمعه أحد. نعم. هذا السائل يقول: في العمرة إذا ترك الإنسان التلبية هل يلزمه شيء؟ وما معنى التلبية؟ ومتى تبدأ في العمرة ومتى تنقطع؟ التلبية تبدأ من نية الإحرام، تستمر إلى الشروع في الطواف في العمرة، طواف العمرة، ومعناها لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم: ولله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأنت تلبي هذا النداء إجابة بعد إجابة. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول بأنها اعتمرت العام الماضي مع أخيها وأختها دون أن تستأذن من الزوج، لأن الزوج شيخ صالح تقول متسلط ولا يريد أن أتزود من العمل الصالح، هل أذهب مع أخي بدون علمه؟ إذا كان هذا فرض فروضا واجبا عليها، فريضة الحج وفريضة العمرة، وأبى أن تحج، فإنها لا تطيعه، تسافر إذا تيسر لها المحرم، تسافر وتؤدي الحج. أما إذا كان هذا الحج وهذه العمرة نافلة فلا تسافر لها إلا بإذن زوجها. نعم. أبو عبد الله من الرياض، تفضل أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساكم الله بخير. حياك الله، تفضل أبو عبد الله. مساك الله بالخير. عندي طال عمرك سؤال للشيخ، ودي أسأل عن تقسيط بطاقات سواء، يعني نوع من التمويل أو التورق، ما أدري رأي الشيخ صالح فيه. بطاقات هذه وش طريقتها؟ هذه بطاقات الشحن يا شيخ، اللي يشحنون بها الجوالات، في ناس يستفيد منها، يعني لها قيمة نقدية ولكنهم يبيعونها مؤجل بأقساط شهرية، تكون أكثر من القيمة النقدية. إيه، لكن هذه البطاقات ينتفع بها مدة ثم تنتهي. ينتفع في قيمتها، وهي يعني يستفاد منها في الاتصال. إيه، لكن هي يستفاد منها دائما ولا تنتهي ويجي غيرها؟ ما فهمت عليك يا شيخ، يعني هي لها قيمة يستفاد منها، تشحن في الجوالات، إذا لها قيمة نقدية ويستفيدون منها هم في بيع الآجل، يعني اللي يبغى له مثل مبلغ. ما يخالف ما دام ينتفع بها ولها قيمة، ما في مانع، هذه مثل السائر السلع يجوز بيعها. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الضابط في الرضاع المحرم، وكم عدد الرضعات، وهل يعتد بقول أعتقد وأظن بأنني أرضعت فلان؟ لا يعمل بالشك في الرضاع، لابد يكون الرضاع ثابت، وعدد الرضعات 5 مصات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 مصات يمص الثدي كل مرة وينزل عليه لبن، ثم يتركه ويمص ثانية إلى آخره، إلى أن يكمل 5 مصات. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحولين، أن يكون ذلك في الحولين، أن يكون الرضيع لا يأكل الطعام وإنما يتغذى بالرضاع، فهذا هو الشرط الثاني من شروط الرضاع المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم مراد تقول: ما حكم مقابلة الإساءة بالإساءة، وإذا كان أناس من أقربائي قد أساءوا إلي وأساءوا إلى أولادي، كيف أتعامل معهم مع أنهم قريبين؟ مقابلة الإساءة بالإساءة مثلها لا بأس، هذا قصاص، قال الله جل وعلا: جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن العفو أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله،
لا سيما إذا كان هؤلاء الذين أساءوا إليك من الأقارب فلهم حق الصلة، اسمحي عنهم وأدي الذي عليك لهم وهم يتحملون ما عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك أشخاص يقرؤون في كتب تفسير الأحلام ويتهافتون عليها عند كل حلم أو رؤية، ما رأي الشيخ في ذلك؟ ليس هناك كتب للأحلام ثابتة، إنما هذه تخرصات، والكتاب المنسوب لابن سيرين غير صحيح، ابن سيرين ما له كتاب في هذا، وتأويل الرؤيا هذا ما هو بيؤخذ من كتاب، هذه فراسة يجعلها الله عند بعض الناس، عند بعض الناس يفسرونها وتقع كما فسروها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لقراءة سورة الكهف، تقول السائلة إذا قرأتها كاملة أو قرأت جزءا منها هل تشملني الأجر؟ متى؟ يوم الجمعة. نعم، هذا ورد في حديث وإن كان ضعيفا، إذا قرأ هذه السورة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فيرجى له في ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. أبو أحمد تفضل معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بنفع الشيخ من حق المسلم على المسلم، السؤال الأول. السؤال الثاني، لحظة يا أخي، لحظة. طيب السؤال، حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم إذا لقيه يسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استعانك فأعنه، هذه من حقوق المسلم على المسلم. تشميت العاطس، إذا عطس فحمد الله تشمته، هذا من حقوقه عليك أيضا. نعم. هل صحيح بأن صلة الرحم تطيل العمر؟ ورد في هذا، من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. اختلف العلماء في تفسير هذا، فقيل معناه أن الله يزيد في عمره، وإن كان عمره مقدرا فهناك أشياء لها أسباب، أقدار لها أسباب، إذا فعلت قدر سببها. وبعض العلماء يقول لا، العمر هو هو لا يزيد، ولكن ينسى له أن يؤخر في أجله، يعني يبارك له فيه، يبارك له في عمره. نعم. هذا السائل يقول شخص أعطي مبلغ من الزكاة لصرفها على أهلها واحتاج للمال لأنه فقير، فهل يعتبر نفسه مستحق للزكاة، وهل يخبر صاحب الزكاة؟ لا يجوز له هذا، هو وكيل ومؤتمن ولا يأخذ لنفسه منها شيء إلا بإذن المزكي، إلا بإذن المزكي، إذا أذن له يأخذ بعد إذنه، أما أن يأخذ يقول بستاذن، لا، ما يجوز لهذا، لأنه وكيل، والوكيل أمين، لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ أيضا لأقاربه الذين لا تقبل شهادته لهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن الآية الكريمة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم، الله جل وعلا يخبر أنه بنى السماء بأيد، يعني بقوة، فالسماء قوية، بناها بأيد يعني قوية، والأيد معناه القوة، أيدناه بروح وأيده بروح منه، أيده، فالأيد هو، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني القوة. نعم. هذا سائل يقول أخي له مزرعة يا شيخ تبعد عن الرياض 75 كيلو، وهذه الكيلوات من مفارقته البنيان وحتى يصل إلى هذه المزرعة، يسأل بالنسبة للصلوات مع أنه يجلس الأربعاء والخميس والجمعة ويعود السبت، الضابط في ذلك يا شيخ؟ والله ما يصلح له، لأن هذا دون مسافة القصر، مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، هذا الذي عليه الجمهور، ولا يصلح أنه يقصر، المسافة قريبة هذه. نعم.
إذا كان من بيته يا شيخ 89 كيلو؟ 89 هذه مسافة قصر. لا من بيته لا، من خارج البنيان يبدأ المسافة، من خارج البنيان عامر البلد. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لنغمات الجوال تتعبنا كثيرا ونحن نقرأ القرآن في يوم الجمعة أو ونحن مع الإمام في الصلاة، هل هي مباحة؟ لا، اللي يشوش على الناس ما هم مباح، لا نغمات الجوال ولا غيره، لا سيما في الصلاة تشوش على الناس في الصلاة ما يجوز هذا. نعم رائد من الرياض، تفضل يا رائد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ. أنا صليت مع إمام وأخطأ سورة الفاتحة وقال إياك نعبد بالفتح، فما حكم من صلى معه؟ وهل يعيد الصلاة الآن أم ماذا؟ أعد السؤال يا رائد. إمام أخطأ في سورة الفاتحة وقال إياك نعبد بالفتح وليس بالضم في العين. كيف بالفتح؟ إياك نعبد، يعني قال إياك نعبد. هذا ما فيه لحن، هذا خلاص يعني فيه ارتداد. طيب خلاص نكتفي بإجابة الشيخ بهذا. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول بأنه اشترى قطعة وجلست عنده أكثر من 5 سنوات وغرضه لعمل تجاري، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة عن كل سنة، كل ما يتم عليها حول يثمنها ويزكيها ما دام أنه ينويها للبيع، فهي من سعر عروض التجارة. نعم أحسن الله إليكم. يقول الشيخ بالنسبة لتحقيق التوحيد، كيف يحقق المسلم التوحيد المبني على الكتاب والسنة؟ تحقيق التوحيد تصفيته من سوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، تصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي. نعم أبو خالد من مكة المكرمة، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اقصر التلفزيون أبو خالد، أبو خالد اقصر التلفزيون شوي. طيب عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، نعم. الوالدة رحمة الله عليها تركت وراها عينات، هل يجوز يأخذ الورث يأخذ منها أم يتصدق عنها؟ لحظة يا أخي، هذه للورثة، هذه تركة للورثة، إن سمحوا بها فلا بأس، إما سمحوا بها فيتوازعونها على الميراث. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات يغفر ما تقدم من ذنبه، هل تهدى للميت؟ نعم تستغفر للميت وتدعو له، تستغفر للميت وتدعو له، وهذا يصل إليه بإذن الله. نعم شكرا. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول إذا فاتتني ركعة وأنا في صلاة الكسوف أو الخسوف كيف أقضيها؟ تقضيها على صورتها، تقضيها على صورتها، إذا فاتتك الركعة الثانية تأتي بركعة، لأن وأما إذا فاتتك الركعة الأولى فهذه سنة ما يأثر فواتها، الكلام على الركعة الأخيرة، فإذا فاتتك الركعة الأخيرة من الركوع الأول فقد فاتتك ركعة، تأتي بعد سلام الإمام بها قضاء. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا سوداني مقيم في جدة، أنا حالتي متوسطة فضيلة الشيخ وأرغب في العام القادم إن شاء الله أن أحج، ولكنني يقول محتار بين الإفراد والقران، أيهما آخذ في النسك؟ خذ الأسهل عليك، إن كان الأسهل عليك القران فهو أفضل، يكون عليك فدية، إذا أخذت بالإفراد هذا لا بأس، لكن وليس عليك فيه فدية. نعم طيب ناخذ أبو نايف.
تفضل يا ابو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بس عن الشيخ الله يسلمك. تفضل. طيب اقصر التلفزيون ابو نايف، اقصر التلفزيون. طيب نكتفي بهذا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يؤخر دفن الميت لأجل وصول بعض أقاربه من أماكن بعيدة حيث ينتظرون يوم أو يومين؟ أرجو من الشيخ إجابة. لا، ما يؤخر الميت من أجل هذا، لكن إذا كان تأخيره وقتا قليلا بحيث يحضر أقاربه ويأتي أقاربه للصلاة عليه وحضور جنازته، هذا لا بأس به. ما يؤخر الميت إلا لغرض لا بد منه، كأن يكون هناك تحليل لجثته بأن يكون مشتبه في سبب وفاته أو ما أشبه ذلك. أما أنه يؤخر من أجل انتظار الغائبين الذين يتأخر حضورهم، هذا لا يؤخر. لكن إذا جاءوا يصلون على قبره الحمد لله ويحصل المقصود. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: ما حكم التشاؤم من الأيام مثل يوم الثلاثاء أو بعض الشهور كصفر أو بعض الأعوام؟ تشاؤم طيرة، لا يجوز التشاؤم لا بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالأيام ولا بالدهر، لا يجوز هذا، يجب التوكل على الله. والطيرة شرك، التشاؤم طيرة والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عنده مجموعة من العمال ويشكو بعض العمال من تأخر رواتبهم فيؤجلهم إلى الشهر التي بعده وهكذا، هل يأثم بذلك؟ نعم، لا يجوز له أن يؤخر أجور العمال. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. فالواجب أن تعطي الأجراء أجراتهم عند تمام العمل، لأنهم بحاجة إلى هذا. نعم. ناخذ تركي الاتصال الأخير من جدة. تفضل تركي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤالي للشيخ عن صلاة الاستخارة وجمعها مع صلاة الضحى بنية واحدة، أو إذا فاتتني سنة الفجر أجمع سنة الفجر مع صلاة الضحى يعني ومعهم الاستخارة، هل يجوز هذا الشيء؟ شكرا. لا يا أخي، لا تقرن بين العبادات، كل عبادة لها معنى وكل عبادة لها صفة. الاستخارة تصلى ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بدعاء الاستخارة بعد الركعتين. وصلاة راتبة الفجر غير صلاة الضحى يا أخي، تصلي صلاة راتبة الفجر وهذه آكد الرواتب، وتصلي صلاة الضحى في وقتها عند ارتفاع الشمس. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم لنا في هذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة. رفع الله ذكركم وبارك فيكم. أشكر فريق العمل، الزميل يزيد بن محمد الماضي في مكتبة الشيخ، كما أشكر الفنيين والمخرجين والعاملين معي في الاستوديو. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.